طيب سارة، انت اكتشفتي في نفسك انك قادرة تعملي حاجة جديدة، تكنولوجيا مختلفة لدعم الناس في امراض محددة كمان. يعني انت بتشتغلي بالتقنية الجديدة اللي اخدتي عليها الجايزة من دبي للصحة السنوية، وده عنوان الجايزة، بتكنولوجيا وتقنية حديثة في الصحة الشمولية. ايه حكاية التكنولوجيا؟ ايه الامراض اللي بتدرسيها؟ ازاي بنشتغل عليها؟ ازاي؟ طيب، هي الفكرة جت من الأول إنه دراسات العلوم البديلة أو العلوم الطب الشمولي التكميلي هو مش مدمج مع الطب الحديث، يعني ده حاجة شغالة لوحدها والطب شغال لوحده، فليه ما نديش ده كدمج إن الاتنين يشتغلوا مع بعض، نقدر إن احنا نتكامل يعني الحاجتين، لأنه طبعا مفيش استغناء أبدا عن الطب، والعلوم البديلة بقت موجودة دلوقتي ومنتشرة، وفي ناس بتستخدمها وفي ناس بتلجأ إليها، فهي مكملة. وزي ما حضرتك أشرت إن بيكون ليها حد معين وبعد كده يكون الطب الجانب الطب. بالظبط، بس هي فيها ميزة إن كل الجسم بالأنظمة بتاعته. الميزة في الطب أو التقنيات التكميلية إنها بتشوف الانرجي اللي بتوصل كل السيستمز دي مع بعض، أو بتقدر تتريسد، نقدر نشوف من خلال الإيد، من خلال الرجلين، من خلال اللسان، بقدر أعرف المشاعر اللي ربطت العرض الجسدي اللي حصل بالأثر النفسي. فده اللي دخل على فكرة إن أنا لأ، طب ما أنا أعمل حاجة تعرف تتريس المشكلة دي، يعني تقدر تحدد بالضبط فين المشكلة اللي هي بتكون أول مثلا تطبيق منها من المشروع، إنه في الطوارئ بيحصل انه في ساعات يعني وقت التشخيص بيكون عامل خطير في انقاذ حياة الانسان. طب احنا ممكن نقدر نضيف الجزئية دي في التريسنج ده، اقدر اعرف فين بالظبط المشكلة، ممكن تكون شوك نفسية ووصلته الجلطة فوصلته انه يعني بنشوف دلوقتي فين المشكلة. يعني مثال كده بسيط، في جلطات بتحصل للانسان ممكن تكون اساسها جلطة في القلب وتتشخص انها في الدماغ. تمام. بيدخلوا في مراحل بقى الكشف كاملا على الجسم، بتاخد وقت معين لحد ما يقدروا يحددوا فين النقطة بالظبط. إذا قدرنا نعرف عن طريق مسارات الجسم، مسارات الجسم ديت اللي هي مسارات الدم، الأعصاب والعضلات، الطاقة اللي ماشية في الجسم اللي هي اللي بتدي الاندفاع لكل دوت يشتغل. طب احنا دوت احنا نحدده بالعلوم الشمولية، فليه ما نقدر ندخلوش نحطه على مونيتور، نشوف مع الطب حاجة تساعده في التشخيص الحالي في وقت بالتزامن في نفس الوقت مع في نفس الوقت مع بعض، بس في دخلة اللي هي الفترة اللي أنا محتاجة الدياجنوز فيها يكون يعني التشخيص يكون سريع. فأول تطبيق هيكون للإمرجنسي ريسك، للناس اللي في مرحلة الخطر. وطبعا دوت احنا دلوقتي داخلين في كلينيكال ريسيرشز برضو هناك مع الدكاترة، يعني احنا محتاجين مساعدة الدكاترة عشان نقدر نوصلهم الفكرة وهم يشملوها بعلوم الطب. بس الفكرة انه نقدر ان احنا نعمل دياجنوز سريع، هنقدر نحط تريتمنت بلان سريع اللي هي خطة معالجة سريعة، في نفس الوقت هيكون المريض بدل ما يدخل مرحلة طويلة في العناية المركزة عشان نقدر نستيبل الجسم تاني، ممكن بمجرد أول التشخيص ده خلاص الموضوع اكتمل، يعني عرفوا فين فرص إنقاذه ممكن تكون بالزبط. ما تسمحش أساسا بالظبط. فده أول تطبيق دخلنا بيه المسابقة فعلا، وامتحنوني دكاترة أطباء من لأنه هو المسابقة طبية أساسا، أو هي زي ما تقولي ترشيح طبي كامل على كل أقسام الطب والمستشفيات، المعامل، الصيدليات، على كل مستوى الجناح الطبي يعني، وبيحطوا جزء للابتكارات في الصحة. وفي لسه يعني تقريبا زي ما نقول كده حطينا البصمة بتاعتنا في ابتكار في الصحة الشمولية، لأن هم بيحطوا جوائز للصحة الشمولية في إن هي تكون حققت مثلا نجاح في الشفاء، في إن الناس ابتدت إنها تخرج بميزة جديدة. طب احكي لنا الابتكار بتاعك بالتفصيل عبارة عن إيه وبيخدم أي قطاع في الصحة يعني؟ تمام. الأول الابتكار نفسه بدأ بفكرة الامرجنسي ده أو المشكلة اللي بتحصل بتاعت حالات الحرجة، لأن دي حصلت لي شخصيا حتى مع والدي، يعني احنا حصل تضارب في التشخيص بتاع الجلطة، فسبحان الله يمكن ده كان إلهام إنه الواحد يفكر في إزاي أجمع كل المعلومات دي في إني أدي ده كمان مساعدة. فأول تطبيق فيها هيكون ده،
تاني تطبيق هنشتغل على البرين ويف ويف برينز اللي هي موجات الدماغ، لانه الامراض اللي زي الاوتيزم التوحد اللي زي الانزايتي اللي هو الناس اللي عندها توتر شديد جدا ويحصل لها بانيك اتاكس او يحصل لها نوبات هلع، لو هدينا بالجهاز البرين ويفز ديت لمستوى البالانس او الاتزان هيكون الانسان قادر ان هو يهدأ شويه. ففي مساعده تقنيه كلها بتستخدم البايو فايبريشنز، يعني هي سنسورز وبتدي فايبريشن خفيف جدا زي الفايبريشن اللي هي بنعمله مثلا واحنا واقفين ناخد القرايات بتاعه الجسد الدهون بيبقى فيها فايبريشن خفيف بتدخل جوه الجسم عشان تقدر تقرا كل المتراج بتاعه الجسم اللي هو الدهون قد ايه والسرعه الحرق قد ايه والكلام ده. فبالظبط هي نفس التقنيه بالظبط، بس هي بتطلع لي على مونيتور بتعرفني البرين ويفز محتاجه تنزل لحد فين عشان تعمل الاتزان ده. وده يسرع كمان في العلاج او ان انا اخذ الموقف. وكمان فيها كمان حاجه بيرسونلايزد، انا دلوقتي عرفت الشخصيه دي، عرفت مشاكله فين، عرفت فعلا التوتر النفسي بيزيد في اني وقت او الاتاكس بتحصل في اني وقت، فبالتالي هيكون عنده بيرسونلايز. احنا دلوقتي كلنا عندنا ساعات اللي هي ذكية. عندي بالظبط ذكيه، عندي اكونت بتاعي وعندي الايميل بتاعي فيها، عندي المسجات الخاصه، عندي رقمي الخاص، عندي رقم طوارئ ليا اي حد يتصل بيه عشان لو حصل لي حاجه. فالمستقبل اللي جاي انه انت طبيبك هيكون معاك الى حد ما، ان توصل ان انت يعني اي ايمرجنسي في حاجات هتتلحق وفي حاجات هتبقى تدخل بقى. الموضوع ده هيبقى محتاج يعني تدخل تقني عشان الابتكار اللي حضرتك اتكلمتي عنه. بالظبط. ازاي تواصلتي مع جهه مختصه عشان تنفذ ده؟ احنا لسه دلوقتي في مرحله البحث في التطبيقات، لان هم 3 تطبيقات الحقيقه للجهاز اللي امتحناه كلينيكال مع في المسابقه، انه ده هينفع ازاي طبيا وهل هو ليه معنى ولا لا، وازاي اصلا القرايات الهوليستيه او اللي هي القرايات في الصحه الشموليه ممكن تفيد الطب. وده فعلا اللي خد الابروفل منهم، وعشان كده ادوا للجائزه سامحين لا تدخلوا دلوقتي مرحله ان احنا نعمل كمان ابحاث طبيه في المستشفيات. طيب الجزء التقني ده مهندسين في نفس الوقت في تكنولوجيا ان احنا نحط كل الداتا، يعني ديجيتالايزنج داتا، يعني نحط الداتا في صوره تقنيه. الداتا ديت عباره عن كل مسارات الجسم الداخلية اللي احنا بنعرف نقيسها بالسنسنج الطاقة بالأعراض اللسان أعراض الجسد، كل ده هيبقى متحول لداتا، والداتا ديت بنعملها ديجيتالايزنج تقنية. بعدها بيبتدي يكون input and output، يعني ايه؟ يعني انا عندي مدخلات وفي مخرجات. المدخلات دي اتحققت او خلاص يبقى انا عندي، يعني بالظبط هي اتس هيراركي، يعني ايه سيستم بالترتيب. خلاص انا خدت داتا input معقد بشكل جدا، لان هو لان في الصحه الشموليه انت واخد معاك طب البديل الصيني وطب المسارات بتاعه الجسم وطب الدم وطب الهندسه هي اللي عملت اللفه دي. لا يعني القصد انه الداتا كتيره جدا، هيتضاف عليها كمان الترجمه بتاعتها طبيا، وده اللي احنا بنشتغل عليه دلوقتي، بحيث ان يكون عندي مدى القاموس الكامل للطب هيكون في الاجهزه اللي احنا بنستخدمها. لان احنا اوريدي دلوقتي داخلين على زمن، اولا السرعه فيه مش عاديه، احنا كل حاجه شغاله بالارتفيشال انتليجنس، ايفن حتى دلوقتي بالذكاء الاصطناعي بنعمل المحتويات بتاعتنا بالذكاء الاصطناعي، بنعمل برزنتيشنز بتاعتنا بالذكاء الاصطناعي، بنفكر الفكره ونديله يعمل لنا الاكشن. فاحنا دلوقتي عايزين نستخدم كل الناتشرال انتليجنس اللي جوه الجسم، كل الذكاء الطبيعي لأجهزة الجسم إنها هي اللي تقول، تعبر عن نفسها، هي اللي تقول أنا عندي إيه، الجسد ده فيه إيه.